compensation de ses erreurs. هذه المناظره كتكتسي واحد الاهميه لانها اول مناظره غادي تنظم بعد جائحه كوفيد، وتنظمت في واحد المناخ اللي هو مهم، اللي هو النهوض بالمنظومه الصحيه كيف تكلموا عليها الجهات المسؤوله في الحكومه، وخاصه صاحب الجلاله نصره الله في الخطابات ديالو الاخيره. المواضيع ديال المناظره هي مواضيع عندها علاقه بالدور اللي كيلعبوه المصحات في العرض الصحي، هو دور مهم. اليوم 90% ديال المغاربه اللي عندهم تغطيه صحيه كيداووا في المصحات الخاصه، 60% بالنسبه للمغاربه بصفه عامه، 70% ديال التقنيات الجديده كاينين في المصحات الخاصه. يعني هذا الدور خصو يتفعل بواحد المراجعة ديال التغطية ديال التعريفة المرجعية، مراجعة كمية وكيفية، يتفعل بواحد الشراكة ما بين وزارة الصحة ووزارة والفاعلين في هذا الميدان، يتفعل أيضا بتنظيم هذا القطاع وتحسين من الجودة ديالو، يتفعل أيضا بتحفيزات اللي خص هذا القطاع يستفد منه، لأنه هذا قطاع اجتماعي اللي كيخدم المواطنين وكيخدم المرضى، وخصو يستافد من التسهيلات باش الوتيره ديال الاستثمار في هذا الميدان تكون سريعه. اليوم كنعرفوا بان 30% ديال المغاربه هما اللي عندهم تغطيه. اليوم لا يعقل ان يبقاو 70% ديال المغاربه اللي ما عندهمش تغطيه صحيه. اليوم كنهضروا على الرميد اللي غادي يدخل في النظام ديال التغطيه الصحيه، يعني المرضى ديال الرميد يقدروا يمشيو للقطاع الخاص، للقطاع العام. كنهضروا على المهن الحرة اللي هما 10 المليون، حتى هما اللي غادي يكون واحد الدخول ديالهم تدريجي في التغطية الصحية. هذا من ناحية الكمية، من ناحية الكفية. سلة العلاجات، هناك علاجات عديدة اللي برهنت على الفعالية ديالها في ميدان الطب، واليوم ما كايناش في التعريفة. فلذا كاين واحد العمل اللي هو غادي يتطلب شوية ديال الوقت باش نقدروا نوضعوا التغطية الصحية اللي غنجيو في متناول أولا الوسائل المالية اللي عندنا في المغرب، وثانيا أنها تمكن أكثر عدد كبير من المغاربة باش يستفدوا منها بدون مؤدى عنه. إلى أيام الوطنية ديال المناظرة ديال جمعيات المغرب ديال مساحات المغرب، الهدف منها هو تحسيس المهنيين بهاد الاستحقاقات المقبلة، خصوصا التغطية الشاملة على الصعيد الوطني. والهدف منها باش نركزوا على بعض النقاط، منهم الموارد البشرية، منهم التسعيرة بصفة عامة. وتنظن هذا المشروع اللي هو هيك من طرف صاحب الجلالة نصره الله، هو غادي يكون واحد النفع كبير على الصعيد الوطني، على المواطن خصوصا، وغادي يرفع في المستوى ديال التشخيص والعلاج الطبي بصفة عامة. اما فيما يخص التنزيل ديالو على ارض الواقع، غادي تنظن غادي يكون تدريجي، لانه هناك واحد الفئه اللي هي ديال الرميد غادي تدوز عن المستوى من بعد المستقبل المتوسط. اما في المستقبل القريب هو خصوصا المهني الحره هما اللي غادي يدخلوا، ونتمنى ان شاء الله يكونوا على الصعيد الوطني، لا القطاع الحر لا القطاع العمومي، يكون في المستوى. وهذا استحقاق ان شاء الله هاد العامين الجاي يكونوا مهمين جدا. التغطية الصحية هو كيف قلتي مشروع ملكي، هو اساسي لجميع المواطنين، خصهم الولوج الى الخدمات الصحية، لا في القطاع العام في القطاع الخاص، بواحد الجودة وبواحد التعميم. اذا الخدمات الصحية ما خصهمش يكونوا في الدار البيضاء او الرباط او مراكش او اكادير او طنجة، خصهم يكونوا من طنجة حتى للقويرة، وبنفس الجودة ونفس الخدمات، لا في القطاع العام في القطاع الخاص. لأن اليوم المواطن تيخلص تقريبا
تقريبا 60% ديال المصاريف ديال الصحه تجي من جيب المواطن، وهذا كثير. خصنا نقلصوا هذا الشيء الماكسيموم، ما خصناش نفوتوا 25%. كيفاش غادي نمولوا هذا الشيء؟ اولا بواحد الحكمه اكثر واحسن من اليوم الحكمه ديال الامكانيات الماديه اللي عند وزاره الصحه. خصنا نخمو وبعقلانيا ونبدلوا الحكمه ديال تدبير الموارد الماديه، هذه اولا. ثانيا خصنا عاوتاني نلعبوا واحد الدور اساسي مع الشاغلين ديال القطاع، لا الممرضين ولا الاطباء وداك الشيء اللي نساهموا معاهم ونعاونوهم، ولكن في واحد الاطار ديال المحاسبه. نعطيك باش تشتغل، نعاونك، نأيدك، نهز لك المعنوية ديالك بجميع جهات، ولكن نحاسبك لأن خصك تكلف المواطن ها كيفاش وعلاش واش من خدمات والجودة. ثانيا اللي عاوتاني أساسي بأن وزارة الصحة خصها تستعمل جميع الموارد المادية اللي عندها. حنا تنشوفوا بأن تستعمل ما بين 68 حتى 70%، خصنا إذا تستعمل جميع الموارد اللي تتعطيها الدولة، سكون أبل لوتيليزاسيون دو بيدجي، نوتيليز كو 60% دو بيدجي كي افيكتي. وثالثا خص طبعا الجماعات المحلية والجهات يلعبوا واحد الدور ديالهم في تمويل الصحه، لان من ما بين المسؤوليه ديال الجهه وديال جميع لي كومون لي كوليكتيفيتي لوكال كيف تكلمت عليهم، خصهم حتى هما يلعبوا واحد الدور ديالهم، وهذا الدور ديالهم بتمويل. وكاين اخر وسيله هي عاوتاني اللي حنا تنسموها لا تاكساسيون دي برودوي نويزيب لا سونتي. شنو هي؟ بان جميع المواد اللي مضره على الصحه، المضر على صحه المواطنين، لقاو بواحد بعقلانيه بقالية كيفاش يمكننا نستعملوا لا من جمارك ولا لا تاكساسيون لي زامبو باش يمكننا ناخذوا بواحد التمويل ونعطيوه في اطار الحمايه الاجتماعيه، باش اي مواطن كيف ما كان نوعه يكون عنده خدمات اساسيه لا في القطاع العام في القطاع الخاص، والخدمات اللي غادي نزيدوا اكثر ديك الساعه هو نلقاو لها التمويل من طرف المواطن او من طرف الدوله، ولكن بواحد الكيفيه اللي ما تكونش اكثر من 25%. الدور المساحات الخاصه هما غادي يلعبوا واحد الدور، ولكن الدوله خصها حتى هي ترفع من الجوده ديال القطاع العام. الا رفعتي من الجوده ديال القطاع العام غادي يولي هو قوي، وحنا هادشي اللي بغينا القطاع العام يكون قوي، ولكن اليوم القطاع العام خصو تكون واحد الرفعه نوعيه كبيره باش تعطي للمواطن، ترجع لهم الثقه ويبغيو يمشيو للخدمات الصحيه في القطاع العام، لان في القطاع العام كاين اطباء وكاين ممرضين في مستوى عالي.